الذي يقول أن الأخ الرئيس محتجز في الرياض هذا الكلام غير صحيح، وأنا أنفيه وأنا مسؤول عن كلامي، لكنه لا يستطيع العودة إلى هذا. ظهر رأس جبل الجليد، ولكن ما خفي كان أعظم. انسحاب وزيرين من حكومة هادي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري ووزير الدولة صلاح الصيادي، يكشف حجم الهوة بين نوايا التحالف وما أعلن عنه قبل 3 سنوات من الآن. لابد من إعادة تصحيح العلاقة ما بيننا نحن والتحالف، لابد من الجلوس مع أخواننا بحيث أننا في نهاية المطاف هذه بلادنا، ونحن نعرف بلدنا أكبر أكثر من غيرنا. وأنا أتمنى، أنت أثرتني بهذا السؤال، أتمنى أن يتم التعامل مع اليمن كيمن، كبلد صاحب حضارة 7000 سنة حضارة، مش بلد هامشي ولا جمهورية من جمهورية الموز. اليمن بلد كبير وبلد شقيق، والتحالف جاء من أجل عودة الشرعية وعودة المؤسسات الدولة، والتعامل مع اليمن ضروري، من الضرورة أن يكون تعامل باحترام، والتعامل باحترام ضروري أن يكون التعامل مع رئيس الجمهورية باحترام. تحدث الرجل بنبرة الجريح وهو يتكئ على حضارة بلده، كاشفا بجلاء حجم الاستخفاف الذي يقابل به الملف اليمني والإهانات التي تتعرض له قياداته في الرياض. استقالات مشفوعة بجملة من الأسباب تلتقي في مجملها بمخاطر التدمير الممنهج الذي تتعرض له الشرعية، أبرزها حرمان الرئيس هادي من العودة إلى المناطق المحررة وتحديدا العاصمة المؤقتة عدن، وهو ما تسبب في إضعاف مؤسسات الشرعية وتقويض دورها لحساب جماعات وتشكيلات ميليشياوية خارج إطار الشرعية. إعاقة الحكومة وعرقلة عملها في المناطق المحررة وإيقاف الدعم عنها نهائيا وتعطيل كل المرافق والمؤسسات الإيرادية في معظم المناطق المحررة لحرمان الحكومة من القيام بواجباتها. مكاشفات مهمة تضمنتها الاستقالة تسلط الضوء على الخلل الذي أصاب العلاقة بين التحالف والشرعية وفشل الجميع ليس في إدارة المعركة ضد الانقلاب فحسب، بل وتكشف عن سوء متعمد في التعامل مع الملف اليمني. ناهيك عن سلب القرار السياسي الوطني والسيادي ومصادرة حق الشرعية في أبسط القرارات المناطة بالرئاسة والحكومة اليمنية. الاستقالات أحيت الأمل لدى اليمنيين ببعض رجال دولتهم بعد أن كاد يموت، إلا أنه ومن زاوية أخرى فقد بات من الواضح أن الحكومة الشرعية تعيش بمعزل عن واقعها وآمال اليمنيين بالتحرير. العلاقة غير السوية بين التحالف والشرعية باتت هاجسا لدى الجميع، لكن قلة من وجد الجراءة للحديث عنها كجباري والصياد والجبواني والمفلح والمعمري، وجميعهم خرجوا أو أخرجوا من دائرة السلطة.